السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شاهر أبوني في موقع التقنية. نقدم لكم اليوم هاتف سامسونج جالكسي S6 Edge الجديد المقدم من شركة سامسونج. طبعا الهاتف يأتي بشاشة منحنية من الجانبين، وهذا ما يميز تصميم الهاتف. طبعا الهاتف يأتي بتصميم جديد بمواد صنع عالية الجودة من المعدن والزجاج، أيضا ومن خلف مغطى بشكل كامل من الزجاج، وذلك يعني أن الهاتف لا يمكن نزع البطارية الخاصة به. الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بقياس 5 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية هي بقياس 16 ميجا بكسل. الشاشة تأتي بقياس 5.1 إنش كواد اتش دي سوبر أمليت. طبعا الهاتف يأتي بنظام الأندرويد لولي بوب، ايضا تعديل واجهة من شركة سامسونج التاتش ويز، التعديل الذي اختلف كثيرا عما عليه بالسابق بسبب ان شركة سامسونج لم تقم باضافة الكثير من البرامج الخاصة بها على الهاتف. الهاتف يأتي بتقنية الشحن اللاسلكي، وايضا بتقنية الشحن السريع الذي يمكنك من شحن الهاتف خلال 10 دقائق واستعماله لمدة 4 ساعات كما أعلنوا عنه في المؤتمر الخاص بهم. طبعا الهاتف يأتي بذاكرة داخلية بقياس 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية هي DDR4 3 جيجا بايت. في انتظار اصدار الهاتف واستخدامه بشكل كامل وتفصيلي، وسنقوم ايضا بمراجعته بشكل كامل باذن الله في حال الحصول على الهاتف. شكرا لمتابعتكم عالم التقنيه، في امان الله.